الراجل المجنون زقنا من فوق. لولا إن الأرض طرية كان زماننا كسرنا. بس أنا مش شايف أي جلدة تمساح حوالينا. بقى ده هو مخزن الألف جلدة وجلدة، ده ما فيهوش جلدة كورة حتى. الراجل شكله ما كانش بيضحك علينا، باينه مجنون فعلا. طب وبعدين هنعمل ايه؟ البير ده غويط ومفيش حاجة ممكن تطلعنا من هنا. بقول لك ايه، ما تاجي النادي بصوت عالي يمكن حد يسمعنا. الحقونا الحقونا الحقونا. فاكرين انهم يقدروا يضحكوا على عم انتي؟ محدش يقدر يضحك علي ابدا. الحقونا. ايه الصوت ده؟ انتوا مين؟ انت لسه بتضحك علينا؟ استنى، احنا ناس غلابة يا عم. لا حول ولا قوة الا بالله. ومين اللي وجعكوا هنا؟ انت. ايه؟ قصدي انت اللي هتنجيتنا، وسيبك من اللي وجعنا. اعمل لكم ايه يا ولادي؟ اطلعكوا ازاي؟ دور على اي حبل ونزلهن يا عم قدي. ها؟ انتوا عرفتوا اسمي ازاي؟ اصل انتوا شكلكم مش غريب علي. ها؟ لا لا لا، مش احنا، مش احنا. بس افتكرتكم، انتوا اللي كنتوا بتسرقوا بيض التمساح وتبيعوه على انه بيض وز. ها؟ جريف اللي بيقوله. ايوه احنا، بس احنا خلاص بطلنا، خرجنا بقى. حاضر، هجيب لكم حد. استنوا. انا خلاص مش قادر اجري تاني. ما تقلقش يا خالي، احنا خلاص بعدنا عن التماسيح، المهم هنعمل ايه في عم قندي؟ ولا حاجة، مش عايز نسمع اسم عم قندي دي، كفاية اللي حصلنا من تحت راسه، كنا هنتاكل يا بكار. بس الاتنين المجرمين دول خطفوه وما يعرفوش انه عيان، احنا لازم ننقذه. ننقذ ايه؟ دي تلاقيهم مطلع عينيهم دلوقتي. الراجل مريض ولازم نساعده، ده غير انه صاحب جدي الجد التمساح. اخ عندك حق يا بكار. انا سمعته بيقول لهم انه هيطلع بيهم الجبل، تعال ندور عليهم هناك. يلا بينا.